مساء الخير، نحن معكم في الإحاطة اليومية بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم. أهلا بكم. الإحصاءات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ نحو 95,518,512 إصابة، في حين أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد ارتفع إلى 2,040,457 حالة وفاة من إجمالية الإصابات المجتمعة. أما حالات الشفاء فقد تجاوزت 68,236,396,396 حالة شفاء. الخريطة مباشرة نتوجه إليها من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصل عدد الحالات المصابة فيها إلى 24,482,050 إصابة، في حين تجاوز عدد الوفيات فيها 407,200 حالة وفاة. ماذا عن الهند؟ فهي الثانية عالميا من حيث الإصابات ب10,572,672 إصابة، 152,456 حالة وفاة. ماذا عن البرازيل؟ فقد أعلنت تسجيل 8,488,999 إصابة، حالة الوفاة عند 209,868 حالة وفاة. الصين تجاوز عدد الإصابات فيها 88,336 إصابة، 4,635 حالة وفاة. إيران هي الأخرى لا زالت تسجل أرقام، وهناك تحذيرات من ارتفاعها في قادم الأيام بواقع 1,330,411 إصابة مؤكدة، أما الوفيات فعند حاجز 56,803. تركيا تخطت حاجز 2,387,100 إصابة تقريبا، عدد الوفيات فيها تجاوز 23,997. دول الجوار الليبي، البداية دائما مشاهدينا من مصر، والتي سجلت نحو 156,000 إصابة، وارتفع عدد الوفيات فيها إلى 8,583. تونس سجلت 180,090 إصابة مؤكدة، 5,692 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 2,836 حالة و 103,833 إصابة. المغرب عند 459,671 إصابة مؤكدة، 7,000 مشاهدين و 911 حالة وفاة. في باقي الدول العربية سجلت السعودية نحو 364,753 إصابة عند 7,942 حالة وفاة. العراق هي الأولى عربيا ب 608,232 إصابة مؤكدة، 12,944 حالة وفاة. الإمارات العربية المتحدة عند 253,261 إصابة، 745 حالة وفاة. إلى أوروبا وإيطاليا سجلت 2,381,270 إصابة مؤكدة، 82,177 حالة وفاة. ألمانيا عند 1,050,099 إصابة مؤكدة، نحو 47,440 حالة وفاة. فرنسا عند 1,910,989 إصابة مؤكدة، 70,283 حالة وفاة. بريطانيا عند 3,395,000 إصابة مؤكدة، 89,261 حالة وفاة. أخيرا إسبانيا بعدد وفيات تجاوز 53,314 وفاة، ومليونين ومائتين واثنين وخمسين ألف ومائة أربعة وستين حالة إصابة. يواصل فيروس كورونا تفشيه في ليبيا تزامنا مع تحذيرات رسمية من ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات، فضلا عن قرب انطلاق العام الدراسي الذي يفرض تحديات كبيرة على المواطنين ووزارة التعليم.
صار التقرير التالي أحدث إحصائيات الفيروس في البلاد. ارتفعت حالات الشفاء من كورونا في ليبيا بعد أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1072 حالة شفاء. رفعت الحصيلة الكلية إلى 87,197 حالة، وسجل هذا العدد من المتعافين من بين 109,869 حالة إصابة رصدت في ليبيا منذ بدء الجائحة، وتبقت من بينها 20,974 حالة نشطة. أما حالات الإصابة الجديدة فقد سجلت مختبرات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الموزعة بين مناطق البلاد 781 إصابة جديدة، أغلبها في العاصمة طرابلس بواقع 581 حالة جديدة و200 حالة مخالطة. وشهد عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفاعا ملموسا بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 1668 حالة. وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار قد أعلن مؤخرا عن تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا، مما يستدعي المزيد من غرف العناية في ظل نقص الأسرة والضغط على مراكز العزل. ترأس وزير التعليم محمد عماري زايد الاجتماع العادي الأول لوزارة التعليم عام الدراسي 2021 بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان عادل جمعة ومديري المراكز والمصالح والإدارات التابعة لها لمناقشة واستعراض الموقف العام لبداية العام الدراسي، إضافة إلى مناقشة تنفيذ الإطار الوبائي للتعليم العام والعالي. وشدد زايد على أهمية تنفيذ الإطار الوبائي العام والبرامج التدريبية المستهدفة لتطبيق هذا الإطار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدريب للمؤسسات التعليمية. قامت مراقبة التعليم في جميل بزيارة إلى بعض مدارس البلدية للتحقق من الإجراءات الاحترازية المعمول بها وتوفير أدوات التعقيم والكمامات من أجل إنجاح العملية التعليمية في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية. في إطار سعيها لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها في ظروف الجائحة، قامت مراقبة التعليم جميل برفقة مكتب التعليم الأساسي بجولة تفقدية اطلعوا خلالها على استعداد بعض مدارس التعليم الأساسي لاستقبال التلاميذ داخل نطاق بلدية الجميل. اطلاع على الدراسة العام الدراسي اللي هو 2021. طبعا قمنا انطلقت الدراسة يوم 2 يناير للصف الأول ابتدائي، الصف الثاني والثالث والرابع والخامس إلى غاية الصف السادس مرحلة تمهيدية للعام الدراسي، طبعا مراجعة الدروس السنة الماضية اللي هو 19-20. الزيارة التي وفر خلالها مسؤولو التعليم المعقمات والكمامات تم فيها الوقوف على إجراءات مراقبة ومكافحة العدوى ورسائل تعزيز الصحة التي يتعين اتباعها من قبل المدارس خلال هذه الفترة لضمان سلامة الطلبة والكادر التدريسي والمتمثلة في نظام الفصول الدراسية الاستثنائية التي تم بموجبها العمل بنظام المجموعات يوما بعد يوم. توزيع بعض المعقمات وبعض الكمامات، اتبعنا خطوات اللي هي التباعد الاجتماعي داخل الفصول. العام هذا عام استثنائي اللي هي دراسة يوم بعد يوم، تم تقسيم الفصول إلى مجموعتين، مجموعة يوم السبت والاثنين والأربعاء، المجموعة الثانية اللي هو الأحد والثلاث والخميس. الحمد لله المدارس داخل المراقبة ماشية على أحسن وجه، واخذين جميع التدابير لمواجهة جائحة كورونا. وطبعا نشكر قناة 218 على متابعتها لجميع الأحداث داخل بلدية جميل. إجراءات احترازية رغم أهميتها تظل مرتبطة بضرورة زيادة الوعي بأهمية هذه الإجراءات من أجل إنجاح العملية التعليمية وتحقيق الصحة في البيئة المدرسية معا. بعد توقف دام لأشهر في المؤسسات التعليمية الليبية، عادت بعض المدارس لفتح أبوابها للطلاب وأطفال رياض الأطفال إلى غدامس، حيث رصدت كاميرا 218 عودة تلامذة روضة أحباب الله إلى مقاعد الدراسة. بعد إغلاق دام أكثر من 10 شهور بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بموجب إيقاف الدراسة في المؤسسات التعليمية، استقبلت روضة أحباب الله في مدينة غدامس الأطفال للعام الدراسي الحالي
2020-2021. بالتوفيق من الله بتاريخ هذا اليوم تم افتتاح أو بداية العام الدراسي لروضة أحباب الله لهذا العام، وكان عدد الأطفال طبعا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكان عدد الأطفال المسجلين لهذا العام 280 طفل وطفلة. الدراسة عادت تحت شعار عودة آمنة لأطفالنا، مع الالتزام بتطبيق واتباع الاحترازات الوقائية التي تضمن سلامة الأطفال. فاستقبلت الروضة أكثر من 270 طفلا من مواليد 2015 و2016. أنا اليوم رجعت لروضة فرحانة هلبة، إن شاء الله ربي يحفظنا. قسم الأطفال على فترتين صباحية ومسائية، وعلى 12 طبقة بنظام الدراسة يوما بعد يوم، فيما فتح فصل استثنائي للحالات الخاصة لأطفال السنة الأولى بالفترة المسائية. قدمت نقابة المهن الطبية واجب العزاء لأسرة فقيد قطاع الصحة في مدينة بنغازي أشرف الأوجلي، الذي توفي على إثر مرض لم يمهله طويلا. ويعد الأوجلي أحد أبرز الشباب الذين قدموا الكثير العمل الطبي خلال فترة الحرب على الإرهاب في البنغازي وطيلة تفشي جائحة كورونا. وعرفانا بما قدمه، قامت نقابة المهن الطبية وعدد من زملاء الفقيد بإهداء درع تذكاري لأسرة الفقيد وتأبينه خلال زيارة قام بها الوفد وعدد من الزملاء في مهنة الطب الذين أثنوا على مسيرته. نجتمع في عزاء الفقيد أشرف علي محمد لوجري الممرض مستشفى الجمهورية، نقدم واجب العزاء ونقدم درع الوفاء لهذا الشخص المحترم رحمة الله عليه، ونعزي أهله وذويه والزملاء، ونسأل الله له المغفرة والرحمة ويرحم أهله وذويه الصبر والسلوان. الفقيد كان على خلق وعمل دؤوب، ونحن جينا اليوم نقدم أقل شيء هو واجب العزاء ودرع والوفاء للمرحوم، ونعزي أهله وأصحابه، ونسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه ويجعل مع الصديقين والشهداء والصالحين. أولا نترحم على المرحوم أشرف الأوجلي أحد من أطقم مركز بغاز الطبي ومستشفى الجمهورية، لأن كان من الأشخاص الفازعين داخل مركز بغاز الطبي عندما سقطت مستشفى الجمهورية في أثناء الحرب. فعلا من الناس اللي كانوا يشهد لهم بالكفاءة والمهنية وقياما بالعمل والمهنة الإنسانية، أن التمريض هو مهنة إنسانية. كانت أثناء الحرب كان من سباقون، وكان في فترة الكورونا جائحة الكورونا من سباقون، وكان من أحد أطقم الرئيسية في قسم الطوارئ لمركز بغاز الطبي. نتمنى له المغفرة والرحمة. عبر المواطن بالقاسم جمناي عقب شفائه من كورونا وخروجه من مركز العزل بنت بيه عن شكره وامتنانه للكادر الطبي والتمريضي الموجود في المستشفى ومركز العزل. تم نقلي من بيتي مباشرة إلى مركز العزل بنت بيه وفي نفس الليلة، حيث أن حالتي ساءت بصورة كبيرة من ارتفاع في درجة الحرارة وهبوط في الضغط وعدم قدرتي على التنفس، وأصبت بالإعياء الشديد وعدم قدرتي على المشي، فاستقبلوني في مركز العزل بنت بيه أخوة وأخوات زرع الله في قلوبهم الرحمة، ولا أستثني أحدا، ابتداء من مدير المستشفى القروي بنت بيه الأستاذ أبي الياذ الغيث ومدير مركز العزل بنت بيه وجميع الأطباء بمركز العزل والأخوة الممرضين والأخوات الممرضات ومشرف الورديات الأستاذ وليد الشريف والطاقم الإداري بالمركز وطاقم الخدمات والنظافة والمطعم، جزاهم الله عني كل خير لما قدموا لي من رعاية صحية من أفضل ما يكون وعلى مدار 24 ساعة.
بالقاسم قمناي طلب كذلك المسؤولين في منطقة يباري بدعم مركز العزل وتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة من أسطوانات أكسجين ومواد تشغيل المختبر. ومن ولاهم الله علينا في هذا الوادي من عمداء بلديات ومدراء قطاعات، ومن أنعم الله عليهم بأن أعطاهم من ماله ووسع الله في رزقهم، أناشدهم أن يقدم الدعم المادي للمستشفى القروي بنت بية ومركز العزل بنت بية، حيث أن المركز بحاجة ماسة إلى الدعم المادي لسد النقص في جميع معدات الوقاية من الفيروس وتوفير المواد التشغيلية للمختبر وتوفير اسطوانات الأكسجين. وبالنسبة للمختبر، ولعدم وجود بعض المواد التشغيلية يقوم المركز بإرسال بعض التحاليل إلى المختبرات الخاصة أو العامة. أقيمت في مركز عزل بروكليت سبها ورشة حول مكافحة العدوى ووسائل الحماية الشخصية. تأتي هذه الورشة في إطار رفع كفاءة الطاقم الطبي في هذا المجال، كما تمت على الهامش مناقشة بعض المشاكل الخاصة بسير العمل في هذا المركز. في مؤشر جيد، سجلت بريطانيا أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام، ما يعكس أن إجراءات العزل المفروضة وضعت البلاد على الطريق للحد من انتشار السلالة الجديدة سريعة الانتشار. وأظهرت الأرقام التابعة للسلطات الصحية في بريطانيا تسجيل انخفاض في الإصابات الجديدة بالفيروس السبت، نزولا من 55,761 إصابة سجلت يوم الجمعة مقارنة بالإصابات السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1,295 وفاة يوم أمس الأحد، ليصل الإجمالي إلى 88,590 حالة. أعلنت الهند عن ظهور أعراض جانبية على 52 شخصا من الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال حملة التطعيم التي انطلقت منذ أيام قليلة. وأوضح مسؤول حكومي بحسب سبوتنيك أن الآثار الجانبية في مجملها خفيفة بالنسبة ل 51 شخصا، فيما يعاني شخص واحد فقط يشتغل حارسا في مؤسسة طبية بجنوب نيودلهي من أعراض خطيرة نسبيا، من بينها ضيق حاد في التنفس واختلال في خفقان القلب وصداع، وهو حاليا في العناية المركزة. تعتمد الهند على لقاحين في تطعيمهما، أحدهما هو أسترازينكا والثاني هو كوفاكسين الذي ابتكرته الشركة الهندية بهارات بيوتيك. وقد أعرب رئيس الوزراء ناريندا مودي عن استعداد بلاده لتوفيرهما للعالم لإنقاذ البشرية. كيف سارت مهمة الخبراء في ووهان الصينية لمعرفة أصل الفيروس؟ ما هي تفاصيلها؟ وهل ستتوصل اللجنة إلى تحديد الحالة صفر لمعرفة أصل الحقيقة؟ تناولت صحيفة الشرق الأوسط مهمة خبراء الصحة في ووهان ووصفتها بالمهمة المستحيلة. اجتماعات افتراضية متتالية يعقدها خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفة بالتحري عن منشأ فيروس كورونا منذ وصولهم إلى مدينة ووهان الصينية مع عشرة من نظرائهم الصينيين لتحضير الأنشطة التي من المقرر أن يقوموا بها بداية عطلة رأس السنة القمرية. ويقوم الخبراء حاليا بتجميع البيانات والاستفسارات وتحليل البيانات مع عشرات الأطباء والمرضى المتعافين والتجار أيضا، وعليهم أن ينجزوا مهمتهم في أقل من أسبوعين، وبتاريخ 28 من يناير عليهم إيجاد الأجوبة. تقول الشرق الأوسط البعثة ولدت بعد مفاوضات قيصرية وطال انتظار وجودها بالفعل في الصين، وقد أشار خبراء البعثة إلى أن الوصول إلى رد على أجوبتهم قد يستغرق سنوات. وكشف عدد من العلماء في مختبر ووهان الصيني عن تعرضهم للعرض أثناء جمعهم لبعض العينات الفيروسية التاجية في كهف يضم الخفافيش المصابة بفيروس كورونا،
وقال أحد الباحثين إن أنياب أحد الحيوانات مرت عبر قفازاته المطاطية مثل الإبرة، بحسب ما نقله موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. وكشفت مقاطع الفيديو للتلفزيون الصيني عن تعامل عدد من الموظفين داخل مختبر ووهان مع الخفافيش دون ارتداء قفازات أو أقنعة على وجوههم بشكل ينتهك قواعد السلامة الصارمة لمنظمة الصحة العالمية. وتحاول الصين رفض تحميلها التهم بأنها أصل ومصدر الفيروس، والمهمة تأخذ بعدا وأهمية علمية وسياسية أيضا. وتستمر السلطات الصينية في الإشارة إلى أن الوباء يمكن أن يكون قد ظهر في مكان آخر، ومن الممكن أن يكون قد عبر المسافات عبر الأطعمة المجمدة. والأنباء تحدثت عن رصد آثار الوباء في أوروبا قبل أشهر من ظهوره في ووهان. الصين تطالب أيضا بأن يواصل الخبراء مهمتهم في بلدان أخرى من العالم إذا أرادوا معرفة منشأ الفيروس. في المقابل صرح وزير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة مايك رايان قائلا: البعثة ليست في وارد إلقاء اللوم على أحد، نبحث عن أجوبة يمكن أن تنقذنا من جائحات أخرى في المستقبل. ومن المقرر أن يزور خبراء البعثة سوق المحار في ووهان التي تعد نقطة بداية الوباء لمعرفة طريقة عمل سلاسل الإمداد التي كانت تستخدم لنقل الحيوانات التي تباع هناك ومعاينة الوضع. وسيعقدون 4 اجتماعات مع نظرائهم الصينيين قبل الاطلاع على الملفات الطبية المتعلقة بالمرضى لمحاولة معرفة ما حصل تماما في ووهان. لا يزال الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية يبهروننا بأفعالهم وأدائهم، ففي صورة اليوم ينام واقفا أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يحرس مرضاه المصابين بكورونا. ختام نشرة تطورات كورونا حول العالم، وللمزيد تابعونا عبر الموقع الإلكتروني 218tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار هناك. شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء.